نجو تو نحكو على الثلاسيميا، نفس الفكرة. الثلاسيميا طبعا هو عبارة عن جيناتيك ديسوردرز، جيناتيك ديسوردرز طبعا هو يعتبر اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. صححوه عندكم في الشيت، الشيت تقريبا انا حقيتها مكتوبة اوتوسومال دوميننت، هي خطأ، اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. شن فكرة الثلاسيميا يا دكتور؟ الثلاسيميا شوفوا معايا، عندنا هذه الهيموجلوبين، طبعا كيف ما قلنا الهيموجلوبين هو عبارة عن 4 سب يونت، 2 الفا و 2 بيتا، ولازم لازم الالفا مش تقعد ستيبل، لازم تكون بيرد وذ بيتا. الثلاسيميا هي عبارة عن جينيتك ديسوردر او ميوتيشن في الجلوبينز، فيه ميوتيشن ان جلوبينز اوف ار بي سي اوف هيموجلوبين. طبعا انا الجلوبينز اللي عندي في الهيموجلوبين اثنين، يا اما الفا جلوبين يا اما بيتا جلوبين. قال لك لو صار لي الميوتيشن في الالفا سب يونت فقط، هذه حنسموها الالفا ثلاسيميا، الفا ثلاسيميا. ولو صار لي الميوتيشن في البيتا جلوبينز، هذه حنسموها البيتا ثلاسيم. حلو، فاتفقنا نحن ان 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 الثلاسيميا هي عباره عن ميوتيشن في الهيموجلوبين وفي الجلوبين سب يونت بشكل خاص. لو كان الميوتيشن في الالفا سميناها الفا ثلاسيميا، لو كان الميوتيشن في البيتا هكي سميناها البيتا ثلاسيميا. لكن قال لك الالفا ثلاسيميا هذه فيري فيري رير وما يتكررش واجد، فما نبوش نحكوا عليه. خلونا نحكوا على الحاجه الكومن اللي هي البيتا ثلاسيميا. طبعا البيتا ثلاسيميا فكرتها هي ان فيه جينيتك ميوتيشن حيكون في الكروموزوم رقم 11، عند الكروموزوم رقم 11 حيكون في بوينت ميوتيشن في الجينات اللي مسؤولات عن تصنيع البيتا جلوبين. حلو الكلام، فحيطلع هيموجلوبين with decrease in بيتا جلوبين sub unit. فشن ينشأ عندنا؟ حتنشأ عندي هيموجلوبين، حينشأ عندي هيموجلوبين without بيتا جلوبين. فحينشأ عندي هيموجلوبين فيه الفا سب يونت unpaired with بيتا سب يونت. فداخل الهيموجلوبين حتتكون عندي حاجة اسمها الفا انكلوجن، الفا انكلوجنز. الالفا انكلوجن هذينا انستيبل، لان هنا مش يكون انستيبل لازم يكون بيرد وذ بيتا، والبيتا انا ما عنديش. فالالفا انكلوجن لان هنا انستيبل فحيبدا يدير دامج، حيدير دامج الار بي سي ويخشن البيشنت في هيموليسز، وبالطبيعي يخشن البيشنت في انيميا. تمام، حيخشن البيشنت في انيميا. باهي دكتور، ما قلتلناش شنو هن الفيتشرز اوف ثلاسيميا؟ هاي بيلربين، جانس، هايبوكسيا، ممكن يكون الهيم بزيادة يخش في هيموكروماتوزس، ممكن يكون في ديكريز في الهابتوجلوبين، اكسترا ميدولار هيماتوبيوسس، الشخص يجيك ب سكندري هيباتوستينوميجالي، صح ولا لا؟ هذا كله قلناه الكلام هذا. باهي نبوا الفيتشرز المميزة اللي تميز لي البيتا ثلاسيميا. قال لك انا مش نحن قلنا ان البادي
بعد ما عادش اعتمد على البون مارو، البون مارو قاعد انتاج متاعه ضعيف، وهو يحفز فيه واللود زاد عليه ويبدا يطلع له في الاماتيور سيلز، وصار لي ايرثرويد هايبر بليزيا وفي ريتيكلوسايتوسس، صح ولا قلنا كلام هذا كله؟ البون او البادي هنا يبدا يحاول يعتمد على اذر بون مارو، هو صح دار اكسترا ميدل هيماتوبيوسس وما صار شيء، فيحاول يعتمد على اذر بون مارو. فتلقى الاشخاص اللي يعانوا من ثلاسيميا تلقى عندهم انكريز في السايز اوف فور هيد، تلقى عندهم انكريز في السايز اوف فور هيد بون. ايضا تلقى عندهم انكريز في السايز اوف تشيكس، تشيكس بون. فحتلقى الفيس، الفيس اللي يعانوا والاشخاص اللي يعانوا من الثلاسيميا الشكل بتاعهم غريب، شبيه بالسنجاب، شبيه بالسنجاب، فيسموا فيها تشيب ماك فيس، تشيب ماك فيس. كلمة تشيب ماك معناها سنجاب، أو يسموا فيها بالاسم المعتاد اللي هو الثلاسيميك، ثلاسيميك فيس. طبعا كلمة تشيب ماك فيس مش قاعد عندك في الشيت، لكن اعرفوها لان في امتحان من الامتحانات مرة جابوها، تمام. فهذه هي اللي تميز الثلاسيمي، مرات انت تحقق بالشكل تقول هذا الثلاسيميك فيس. ان شاء الله هنزل لكم صورة في الجروب كيف يكون الشكل الاشخاص اللي يعانوا من الثلاسيميا. طبعا في الثلاسيميا حتسمع حاجتين، حتسمع حاجة اسمها البيتا ثلاسيميا ميجور، وحاجة اسمها البيتا ثلاسيميا ماينر. شو المعنى كلمة بيتا ثلاسيميا ميجر وبيتا ثلاسيميا ماينر؟ تعال نفهمها توا في الدقيقتين هذي. لنفترضوا عندنا فاذر، فاذر كان افكتد، وهنا عندنا ماذر مثلا، الفاذر كان عنده ميوتيشن والماذر حتى هي كان عندها ميوتيشن، لكن هذوما الاثنين يعتبروا كارير، لان احنا قلنا هو عباره عن اوتوسومال ريسيسيف، مش يبان الشخص او يبان ديزيز على الشخص، لازم يكون هن الاثنين افكتد، تمام. هوموزايجس، هذا كلام جينيتيك. فالاطفال هنا عندهم اربع احتمالات، اطفال اللي بيجون عندهم اربع احتمالات، نرسمه نسمون كلنا. الاحتمال الاول ان الفاذر يكون سليم، يعطي الكروموزوم السليم والام تعطي الكروموزوم السليم، فيجيك الطفل سليم وعافى 100%. الاحتماليه الثانيه ان الفاذر يعطيك افكتد كروموزوم والام تعطيك الكروموزوم السليم، وفي احتماليه ان الفاذر هو اللي يعطيك الكروموزوم السليم لكن الام تعطيك الافكتد، وفي احتماليه ان هما اثنين هذوك الافكتد، تمام. فالاشخاص، الاشخاص اللي يكون عندهم 1 كروموزوم افكتد هذول يعتبروا كارير، فيسموا فيهم هذوما الثلاسيميا ماينر، الثلاسيميا ماينر. هذوما عاده يكونوا اسيمبتوماتيك، وحتى لو عندهم اعراض، لان احنا قلنا الثلاسيميا هي بوينت ميوتيشن، حتى لو عندهم اعراض حيكون مايل، وحيكون عندهم مايل انيميا لدرجه انه ما يشعرش بها اساسا. من هم اللي يعتبروا ميجر؟ اللي هم بوث كروموزوم افكتد، يعني يسموا فيها ثلاسيميا ميجر. اظن هم تكون عندهم سيفير ديزيز ويبان عليهم الاعراض بشكل كبير. هذا ليش قلنا نحن الثلاسيميا هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف؟ فهذا الفرق ما بين الثلاسيميا ماينر والثلاسيميا ميجر. فديما الاشخاص اللي يعانوا من ثلاسيميا ماينر كيف ما قلت لكم في الغالب يكونوا اسيمبتوماتيك، اكسبون باي ممكن يكونوا اسيمبتوماتيك، مرات تلقى عندهم مايلد انيميا، ولو درت بريفرال بلاد فيلم تمام تلقى عندهم مايلد مايكروسيتيك، مايلد هايبوكروميك، تمام، لكن تلقاها عاده ريجولار شيب اوف ذا سيلز. لكن الثلاسيميا ميجر هي السيفير، تمام، تلقى عندها سيفير
انيميا، تلقى عنده ماركت مايكروسايتوسس هايبوكروميا بشكل كبير كبير سوري. تلقوا عندهم حاجه يا جماعه الثلاسيميا ميجر، ترى تبع كم فوق هنا، تلقى عندهم حاجه اسمها بوكيليو سايتوزس. بوكيليو سايتوزس، وتلقوا عندهم حاجة أخرى اسمها الأنايزو سايتوزس. الأنايزو سايتوزس بتقول لي دكتور، قلت لنا بدري إن فيه different size of RBCs. هذه الأنايزو سايتوزس. بوكوليو سايتوزس قال لك هنا في abnormal shape of RBC. فالأنايزو سايتوزس تعتبر abnormal أو في different size of RBCs، والبوكولي سايتوزس هيكون فيه different shape of RBCs، different size وهنا هيكون فيه different shape. يعني كيف different shape؟ مرات تلقى شكل الـ RBC مختلف، مرات تلقى elongated flat crescent shape، ممكن تكون teardrop شيب، تمام؟ فهذا الفرق ما بين الثلاسيميا ميجر والثلاسيميا ماينر، وهذا بما يخص موضوع الثلاسيميا. في حاجة نسيت ما قلتلكش كم في السيكل سيل انيميا، تو ذكرتها، ان قلنا في حالة السيكل سيل انيميا مش يصير لي السيكلينج ويصير لي فاسكولار ابستراكشن، واي مكان ممكن ينضرب، ممكن يدي لي داكتلايتس، هذه يسموا فيها هاند اند فوت سيندروم، يسموا فيها هاند فوت سيندروم، تمام. ممكن تضرب الفيسلز في اللنج وتدي لي اكيوت تشيست سيندروم، ممكن تدي لي ستروك، وممكن تدي لي حاجه اسمها البروليفراتيف ريتينوباثي. كيف بروليفراتيف ريتينوباثي؟ بعد يصير لي اسكيميا، شوف لوك، يصير لي اسكيميا في الفيسلز اللي مشيت للاي. لو عندنا هذه الاي يضرب لي الفيسلز اللي مشيت للاي، سكر لي، فيضرب الريتنا، صح ولا لا؟ الريتنا بينقص عليها البلد، يصير لها اسكيميا، فتحاول الريتنا تدي لي نيو فاسكولاريزيشن، تصنع بلد فيسلز جدد، مش تقاوم الاسكيميا اللي صارت. فالنيو فيسلز بيكون بشكل كبير فيغطي على الريتنا، فيخشوا شويه ضعف نظر، ممكن يسلم حتى بلايندنس من القصه هذه كلها. هذه يسموا فيها بروليفراتيف ريتينوباثي، هذه من ضمن خصائص سيكل سيل انيميا، تمام. هيك كملناها كلها، فضل فقط موضوع واحد اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انيميا.